السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة سهل وبسيط. دي الباندا اللي عملناها الفيديو اللي فات وقدمنا طريقة سهلة وبسيطة. الفيديو النهاردة بتاع التأويرة دي هنعمل لها تأويرة لذيذة وسهلة كده. الفيديو اللي فات ده بتاع الباندا هسيب لكم الرابط بتاعه في نهاية الفيديو كده، هتظهر صورة اضغطوا عليها. دي التأويرة اللي عملناها، تأويرة خارجية عملناها للجلابية الشعراوي. في بعض الناس قالت صعبة شوية علينا مش عارفين ننفذها. هقدم لكم النهاردة ان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة. ده الطول بتاع القماش وده العرض بتاع القماش. لازم احنا نعمل بالورب علشان القماشة تاخد وتدي معانا، يبقى فيها مطة كده. هنعمل مع بعض الطريقة بكل سهولة وبساطة. الفيديو يعني قصير وسهل، بقدم لكم فيه حاجة مفيدة وجديدة في نفس الوقت ما اتشرحتش على اليوتيوب، فتابعوا الفيديو للنهاية. انا بعمل خط بالورب كده وبعمل 4.5 سم وبالانش برضو، شرح بالسنتي وبالانش علشان الناس اللي بتشتغل بالسنتي والناس اللي بتشتغل بالانش. احنا بنحاول نقدم الشرح ليكو بطريقة سهلة وبسيطة علشان الناس ما تستصعبش حاجة، وبنحاول نجتهد علشان نقدم لكو الشغل ده بطريقة سهلة وبسيطة كده يا جماعة. عملنا العرض مع بعض 4.5 سم وبنقص كده مع بعض بالراحة. بالمناسبة يا جماعة ان شاء الله بإذن الله احتمال كبير قوي الفيديو اللي جاي عملنا قناة يوتيوب خاصة بالشروحات الحريمي، هنشرح فيها الباترون بكل انواعه واشكاله، وفي نفس الوقت هنشرح فيها شغل حريمي فقط بعيدا عن الرجال، والقناة دي مستمرة في الرجالي برضو زي ما هي يا جماعة، علشان طلب كتير قوي من الجماهير طلبت مننا الطلب ده، فاحنا بنلبي طلبات المتابعين بتوع القناة. احنا هنا جبنا فازلين يا جماعة، فازلين يكون طري ما يكونش ناشف، وبنلزق كده العرض او القماشة اللي احنا قصيناها دي اللي 4.5 سم بالشكل ده لزقناها. هنعملها بقى، نحضرها على المكوة ونركبها على طول مباشرة يا جماعة، وهتشوفوا الشكل العام في النهاية كده، حاجة تحفة يعني، الله اكبر يعني. دي تعتبر طريقة سهلة جدا برضو علشان الناس اللي استصعبت التأويرة. انا بتني كده، هاتني سنتي من هنا كده بالمكوة كده يا جماعة، تنيت سنتي وتنيت الناحية التانية سنتي، وخلي بالي هنا 2 ملي لازم يكونوا زيادة في ناحية عن ناحية يا جماعة، لازم تركزوا في الحتة دي علشان وانتوا بتركبوا تلاقوا الدنيا سهلة معاكم، وما تلاقوش المكنة تفلت معاكم كده. لو هتركبوهم مرة واحدة ما تفلتش معاكم، لو هتركبوهم مرتين تبقى برضو سهلة وبسيطة معاكم. نرجو الناس اللي بتتابع القناة لأول مرة يعني تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان شروحات كتيرة مميزة نازلة إن شاء الله. دي كده، ده كده الشكل العام. هتشوفوا بقى بعد ما نركبها، هتتفرجوا يا جماعة هتلاقي حاجة جميلة جدا. العرض الصافي بقى هنا بنخليه 1.5 سم يا جماعة، عرض الصافي بتاع التأويرة دي أو الحلية اللي هتركب في التأويرة دي 1.5 سم. هنا أنا بطبق الكتف يا جماعة، طبعا هنعمل من غير سرفلة، من غير أوفر خالص علشان الناس اللي معندهاش مكنة أوفر، الناس اللي معندهاش مكنة أوفر. احنا هنا بنطبق على الوش يا جماعة، أنا بشتغل كده الظهر اللي تحت والوش فوق في الظهر والصدر، بخيط كده كده انا شغال على الوش. خلي بالكوا علشان هنقلب ونشتغل هتلاقوا الشكل معانا على نضيف، ويبقى الدنيا معانا تمام من غير اوفر وسرفلة وغير اي حاجة. هنا انا بعرش، جا اخلي جنب الخياطة بس يدوب 2 ملي كده، وبقلب وبخيط الناحية التانية، هلاقي الدنيا معايا ظهرت على نضيف بدون سرفلة وبدون اوفر واي حاجة خالص. بالمناسبة يا جماعة الناس اللي أول مرة تشوفنا تدخل كده على القناة، ما تحكمش علينا كده، ادخل على القناة وشوف الشروحات عاملة ازاي، شوفوا الدنيا يا جماعة. هنا بتبقى نظيفة، وش وظهر بتلاقوا نظيفة ما فيهاش مشاكل خالص، هتلاقوا شروحات لكل شيء. عندنا شروحات للجلاليب بجميع أنواعها، والقمصان والبناطيل وطريقة عمل باترونات والشغل برضو الحريمي برضو هنا موجود على القناة. ادخلوا كده خدوا جولة في القناة يعني، مش على طول تطلبوا فيديوهات وخلاص، لا ادخلوا كده على القناة وشوفوا الشروحات اللي انتوا عاوزينها، وبعدين احكموا تشتركوا في القناة ولا لا.
هنا انا باخد سنتي كده يا جماعه على سن الابره كده، خلاص الدنيا بقت معايا نظيفه، وش وظهر الدنيا بقت معايا تمام. لازم هنا بقى اركز في الحته دي يا جماعه، انا بدي فرد كده في نص التقويره علشان التركيب بتاعي يبقى مظبوط وما تلوحش معايا ولا تلاقوا رقبه، لا لوحه عن رقبه تانية ولا اي حاجه. هنا برضو بركز اخلي بالي علشان البندتين الاتنين يكونوا قد بعض، الارتفاع بتاعهم يكون مظبوط. بدي علامة كده تأشيرة علشان انا هركب عليها بالظبط، ودي الحلية اللي احنا عملناها على المكوة. بدور كده اشوف التأويرة بتاعت الراجل اللي انا واخدها معايا قد ايه، 42 سنتي، يبقى انا بعمل 21 سنتي يا جماعة، 21 سنتي، واخلي مثلا حوالي 2 سنتي زيادة علشان دول هنتنيهم كده مع بعض. وزي ما قلنا بنخلي الناحية اللي فيها 2 ملي تحت والناحية اللي ناقصة فوق، علشان هركب بطريقة كده. لو عايزين تركبوها على مرة واحدة ماشي، لو عايزين تركبوها على مرتين برضو ماشي، دي طريقة المرة الواحدة. وهعمل لكم برضو في نفس الفيديو برضو اخليكم تعملوها بطريقتين عادي علشان الناس اللي هتستصعب الموضوع ده. دي بطريقة واحدة بنعملها وبنسند بإيدينا من تحت وبنشتغل بالمكنة كده. طبعا اللي مش هيعرف يشتغل بالطريقة واحدة على مرة واحدة كده، هعمل لكم برضو اهوت الطريقة اللي هتمشي، يعني دي من مرة واحدة ودي كده أول وتاني. يا جماعة أهو فكيت الحتة تاني وبعمل من تاني برضو أهو. يبقى احنا قدمنا حلين اتنين، الناس اللي عايزين يعملهم مرة واحدة والناس اللي عايزة تاخد على مرتين. بالمناسبة يا جماعة أنا شارح برضو الجلابية الشعراوي دي على القناة. هنا يا جماعة الفرد لازم بتاع النص يجي على النص برضو اللي انا عامله في البشليك اللي هو او الحلية اللي بركبها دي، علشان يبقى في الدنيا معايا تمام وتكون مفيش لوحة في التأويرة ولا اي حاجة، ناحية اكبر من ناحية ولا الكلام ده خالص. انا شرح الجلابية الشعراوي دي شرح مفصل قص وتفصيل، برضو هسيب لكم برضو الرابط بتاع القص بتاعها برضو علشان التأويرة بتاعتها في نهاية الفيديو كده. زي ما انتوا شايفين كده بكل بساطة اهو، الحتة الاخيرة دي بشيل وخلي سنتي بس يدوب اتني منه عشان ما يبقاش فيه تخانة معايا والدنيا معايا تبقى تمام. يا ريت يا جماعة اللي شاهد الفيديو كده يعني عجبه الفيديو يدينا تعليق حلو وكلمة حلوة بترفع معنوياتنا، وانا شاكر يعني شكر جزيل جدا للناس اللي يعني بصراحة بسم الله ما شاء الله تعليقاتكم جميلة جدا يعني. والناس اللي عايزه تستفسر عن حاجه انا برد على جميع الشروحات، ما بتاخرش على حد خالص. ادخلوا كده على الفيديوهات السابقه وشوفوا الرد بتاعي عامل ازاي، اي حد بيسال سؤال برد عليه. نخلي بالنا بقى هنا، شوفوا الارتفاع يكون قد بعضه يا جماعه، هنا الارتفاع يكون قد بعضه علشان بعد ما الزبون يلبس ما تطلعش ناحيه طويله وناحيه قصيره، يبقى الشكل العام وحش. برد بقى كده البونت التاني ده باخده على الماشي على طول كده، وزي ما احنا فهمنا كده من الفيديو ان احنا سايبين 2 مللي تحت زيادة علشان واحنا بنرد المكنة كده نلاقي المكنة متفوتش معانا من تحت، الناحية اللي تحت تبقى شابطة معانا والدنيا تمام. الحتة دي بنعملها بقى ونخلصها كده نحطها على المكوة بقى كده، نحط حتة يعني ايه عامل لها اسطمبة كده، بندوس عليها بالمكوى بقى من جوه الاول وبعدين من بره، وتتفرجوا على الطوق هتلاقوا شكل جميل جدا، او التأويرة تبقى شكل جميل جدا كده. خلصنا يا جماعة بكل سهولة بسيطة اهوت، هنشوف الشكل العام بقى دلوقتي، حاجة تحفة يعني. يعني بتمنى يعني الناس اللي يعجبها الفيديو يعني ما تنساش او ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميل في القناة، وتدخلوا كده على القناة تشوفوا الفيديوهات تعجبكم ولا لأ، شروحات كتير لكل شيء. ده الشكل العام يا جماعة، حاجة تحفة بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة. انتظرونا الشرح القادم، قص الجلابية دي بطريقة سهلة وبسيطة ممتازة.